ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة هنلتقي بكل من يحيى الخمس والنازح محمد أرباب من كبكابية ومن تابت بشمال دارفور، ونتحدث معهم حول شواغل الضحايا فيما يخص العدالة الانتقالية. وكذلك مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نقدم مختطفات من المرافعة الافتتاحية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم علي كوشيب بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، واللي ابتدت في يوم 5 من شهر 4. بداية مدخل حلقتنا، يقول يحيى الخمس من كبكابية إن العدالة الانتقالية المرتية منها إنها تنصف الضحايا، وحتى يكون هناك إنصاف للضحايا تحدث عن آليات لإصلاح المؤسسات القانونية والقوانين. فنستمع لحديثه. العدالة الانتقالية مفهومنا بإنصاف الضحايا. في دارفور وعشنا فترة متحرك طويل جدا، والناس تعرضوا للنزوه واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إن أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور، خاصة النازحين واللاجئين. آليات اللي مفترض يدوفر على أساس إنه بعد ذلك يتم إنصاف الضحايا، بد إنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. القضاء السوداني ده لابد إنه يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد. القضاء اللي موجود في الفترة الفاضية إنه هو كامل يعني متأثر بحكومة النظام البائد. أنا شايف يكون في قضاء وطني مستقل، إنه لابد إنه يتم إعادة صياغة. يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل، بعد ذلك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماماً عن النظام الفايت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة. الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور، يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أن إحنا بحاجة لإعادة صياغة. لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعد ذلك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم اللي بموجبه تم تحويله لمجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد إنه يتم تقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت. ده كان يحيى الخمس من كبكابية والناشط متحدث حول إنصاف الضحايا عن طريق العدالة الانتقالية والإصلاحات الواجب القيام بها. من جانبه بيقول النازح حسن آدم أرباب من منطقة تابت بشمال دارفور إنه لحل إشكاليات الأرض في دارفور لابد من محاسبة كل الذين قاموا باحتلال أراضي وحواكير الآخرين تحت قوة السلاح وإبعادهم منها. بجانب تاني برضو ينادي بفتح المسارات والصواني للرحل. يلا في إشكالية الأراضي لازم الناس اللي جو وإنه أضغط الناس بقوة السلاح ويحتلوا مناطق الناس وحواكر الناس، لازم الناس ديل يتحاسبوا حساب مباشر بدون أي تأخير ولا أي هنا أي عاطفية. لازم يتحاسبوا على ارتكب جريمة، لازم يتحاكم، لازم يتقدم إلى العدالة. طبعا الرواة لا زال هم قاعدين ولا زال هم يحتلوا مناطق الناس، لكن لازم الناس يجوا يرجوا الناس دل في المسارات التابعة للمسارات، يرجوا في مسارات أو في مرحلات بتاعت البحايم وبتاعت الفرقان، يمشي في مرحلاتهم يغلوا البوبايات سيادوا يجوا يرجوا عشان المناطق تتأمر. والنتيجة كمان هو دور الإدارة كنفسه ودور الشيخ كنفسه ودور المواطن كنفسه، لازم برضو يكونوا حريصين عشان إنه الناس بتبني. ده ما هو ما بغلب كثير، لكن في سياسة بسيطة بس، لأنه ده الجقائب هو ما عارف إنه هو بيدور نفسه وبيدورنا أنهينا ذاته، أو كأنا صاحب القرية ذاته بيدوراني بكيف، لأنه هو جاء وعرفني وطردني وأنا اتنزاته والمنطقة دي فاضية. هو جاء قاعد فوقه، لما قاعد فوقه هو ما قادر انه يستمر ذاته ين المنطقه ده، ايدم يقعد بطرف الهيل بفريقه بجاي وبكره يرحل بجاي، هو ذاته مبادل. لكن بس السياسه الغبيسه اللي استخدم انه قال له انتم تعالوا وقعدوا في الحواكير ده عشان ثاني ناس الحركات ما يجوا يطردوكم وكده، انتم هو كده. لكن ده مساله
يعني لو مسك النزار ومسك المشايخ ومسك العمد الداء بالآلج بالآلج، يعني بعرف أي عمدة لما يجي هو بعرف بناسه. أنا على الأريق هذه تابلي وذاك ناسي لما يجي ينزل في الشجرة ولا في الفريق لازم أزول الفات والدلم ويا بسألهم يقولنا أنتوا تبع أهل مينو؟ عمدة رمضان، عمدة يوسف، عمدة حمدان، عمدة مينو، عمدة محجوب، ما يهون عرفيات جانا من كده من بدري بدري شديد، يعني ما حسي ولا اليوم الناس في حتة دي الناس ما يفتشوا مشاكل كتير، يعني حاجات بسيطة بس يجي يأمروا للناس مناطقهم ويأمنهم، ولأهلنا في الفرقان كمان برضو يوروهم إنه مساراج هو راح هناك تمشي طوال لحد فلان فلان ما في حتة داك زول يزرع. مستمعينا الكرام، حسن أيضا حسن أرباب من تابت بيقول إنه قيام محاكم متخصصة للنظر في إشكالات الأراضي يمكن أن تساعد في حل كل الإشكالات، ويقول الشرط الوحيد اللي يجب توفره هو أن يحترم الجميع هذه المحاكم. والله لو ناس احترموها ممكن تحل إشكاليات، لكن الأضرار اللي هي حصلت ولو قلت أنا شخصيا أنه أطلب أو من الجهات المسؤولة عشان يقوموا يعودوني تعويض شامل وكامل ده ما إلا الله يعودك، لكن من ناحية أنه ممكن الناس تساعد حتى المحاكم البجي لو هو عنده جدية وعنده مصداقية والله بتهل مشاكل كثيرة جدا، الأراضي والحواكير بأصحابها بمشايخها بحواكيرها مسجلة منذ بدري بدري بدري، يعني ما هسي ولا اليوم من زمن سلاطين هو موجودة، وأي صاحب الحكورة بكون عنده مسجلة كان هنا وكان في أي محل بكون مسجلة الحكورة ديك مسجلة باسم فلان فلان فلان، ما في حاجة جديد، الجديد ده يوجهه بس للناس اللي جو قبضوا أراضي الناس وحواكير الناس يقول لهم أخونا محل جديد ما في، أنتوا ترجعوا على حسب سيرتنا ونرجع على حسب سيرتنا في دارفور أو في السودان كلنا كان الناس بإيش وكيف، لأنه صاحب الأرض كان جاء قال لي أنا المحل ده زراعة لأبوه ولا زراعة لفلان كم مخمص هو بعرفه، لو استضافه شيخ الأرض ساكت لو استضافه هو بعرفه بهل المشكلة ده بهل المشكلة، مش النيابة ذاتها، النيابة ذاتها لما المحاكم اللي بيجيوها دارين يهل المسألة دي لازم يكونوا معهم في الرأس الأول مشايخ الأراضي، مشايخ الأراضي دي جاء لكن حس الناس جو واستوطنوا في مناطق الناس وبقولوا خلاص علينا خلاص احتلنا المناطق دايا وكذا وكذا ذاك ما بجي، ونحن نتمنى انهم يرجعوا يصير الحقيقي ويشوفوا ذاته ما في محل جديد بدوها لزول، ان كان عدوك الا استرهاما من شيخ العارف او من زول انه عندك احسان ما وانه داير انت عايشه، يعني من ناحيه العيشه الجديده ممكن انا نديك النص كان في الدان كان ربع تزرع سنويه ويلا تطلع حصادك تغلي لي المحل، لكن ما تجي تنكر تقول لي خلاص الناس الاولى الرؤى كان ما عندهم. مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة إننا حنقدم مقتطفات من المرافعة الافتتاحية التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الافتتاحية لمحاكمة المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 من شهر 4 الجاري، فلنستمع لخطبة المدعي العام الافتتاحية. استمرت المحاكمة بالمرافعات الافتتاحية لهيئة الادعاء، وفي بيانه الافتتاحي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم ألف ألف خان مستشار الملكة بأن القضاة في هذه المحاكمة سيستمعون إلى مجموعة كاملة من الأدلة التي تدعم جميع التهم التي دفع بشأنها السيد عبد الرحمن المعروف أيضا بعلي كوشيب بقوله أنه غير مذنب. ثم أخذ المدعي العام وقتا ليؤكد خطورة الجرائم التي أثرت على الأطفال. An example. ومثالا على نطاق المأساة التي عانى منها الأطفال تبينه عوامل مختلفة. أولاً، معظم الوفيات بين الأطفال الذين هم دون 5 سنوات الأكثر براءة، الناس الأكثر براءة والأكثر استضعافاً في البشر. ستسمعون حضرت رئيس حضرات القضاة من شهود عديدين، وسنحرص من جانب الادعاء على إبراز أثر هذه الجرائم على الأطفال وكيف أن الأطفال استهدفوا بشكل مباشر. الشاهد P087 يعطينا لمحة عن المأساة التي حصلت، وأقتبس ما ورد على لسان الشاهد وستسمعون هذا الكلام منه. رأيت جثتين
طفل كان يرتوي من صدر أمه التي كانت متوفية. لقد أطلق النار عليهما. وعندما استوضح الأمر من الشاهد قال الشاهد هذا قال الشاهد إن الطفل كان يرتوي من صدر أمه التي لقيت مصرعها. عمره لم يتجاوز 4 أو 5 أشهر. وهذا مثال حضرة رئيس حضرة القضاة عن المآسي التي ستستمعون إليها خلال هذه المحاكمة لتفصلوا وتبتوا فيما إن كان السيد عبد الرحمن مسؤولاً عن تلك الجرائم وغيرها من الجرائم. وفقاً لمكتب المدعي العام فإن السيد عبد الرحمن هو أحد كبار قادة ميليشيا الجنجويد الرئيسيين الذين اعتمدت عليهم حكومة السودان بشدة وعمل معهم عن كثب. وبشهادة الشهود وتقديم الأدلة تعتقد هيئة الادعاء أن قضيتها ضد السيد عبد الرحمن معززة بأدلة دامغة. فشاهد بل أكثر من فأكثر من شاهد يعرف السيد عبد الرحمن ويعرفونه من قبل. وفي وجهة نظر الادعاء الموقف في هذا الإطار موقف قوي. ونحن على ثقة أن الأدلة ستكون كاملة والدفوع كاملة لتتوصلوا إلى إدانة السيد عبد الرحمن. حضرت رئيس حضرات القضاة نحن هنا وعندنا هذا الرخاء التكنولوجي في هذا المبنى الجديد بعيدين آلاف الأميال عن دارفور. تبدو هذه الأحداث بعيدة جدا وهي بالفعل بعيدة جدا بأتم معنى الكلمة. هذا الواقع الذي نحن فيه بعيد كل البعد عن واقع الشهود والمجني عليهم الذين نجوا بحياتهم أكانوا في مخيمات اللاجئين في تشاد أو النازحين داخليا أو الذين خرجوا من البلاد كلاجئين في بلدان مختلفة. إن أذنتم لي بالقول حضرة رئيسة أود أن أركز على أن ما حصل معهم لم ينسى. إنهم حاضرون في أذهاننا وأنا على ثقة أنكم ستستمعون إلى ما حصل معهم وستراجعون الأدلة بشكل موضوعي وأنكم عندما تفعلون ذلك ستتوصلون إلى نتيجة واحدة لا غيرها. وعلى مدار يومين تحدث وكلاء المدعي العام لدى مكتب المدعي العام جيليان نيكولز، إدوارد جيرمي، ميليسا سيمز، فوبدو ساتشيتانادان وأليسون ويتفورد عن سياق النزاع في السودان في الفترة ذات الصلة والقوات المتورطة ومعاناة السكان المدنيين ومواقع الإعدام وعمليات الإعدام التي شملت قادة المجتمع المحلي واغتصاب الفتيات والنساء وحالة مرافق الاحتجاز، كما تحدثوا عن التورط المزعوم للمتهم في هذه الجرائم وموقعه في السلطة والنفوذ. وختاما مستمعينا الكرام لهذه الحلقة بنعود للناشط والنازح يحيى الخمس من كبكابية وهو يعني يختم هذه الحلقة برسالة لكل نازحين واللاجئين ولكل ضحايا الجرائم اللي تمت ارتكابها في دارفور واللي نحن بصدد الحديث حول عدالة انتقالية في المستقبل لإنصاف الضحايا وتطبيق الواقع وإصلاح إشكالاته. فلنستمع لنصيحة أو لنصائح يحيى الخمس. رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا للانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر وان مسألة العدالة دي لابد انه يكون، لانه اذا ما توفرت العدالة الدولة السودانية دي لا يمكن ان يذهب للامام. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقالهم إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية. الناس زي لابد إنه يتم تقديم على أساس إنه بعد ذلك يطمئن الشعب السوداني أو يطمئن النازحين واللاجئين إن الناس زي قدموا للمحاكمة
الأساس إنه بعدها إنه مسألة المحكمة الخاصة لدارفور بده لابد إنه تتفعل، إضافة لذلك برضو إنه مسألة العدالة التقليدية اللي هو لابد إنه يكون عملية المصارعات بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور، ده بيدخل في إطار العدالة التقليدية، وده بيحتاج إنه يكون فوقه محاكم أهلية على أساس إنه بعدها يكون في سلوك بين المجتمعات اللي حصل أصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجة مهم جدا، لأنه حقيقة كل المسائل اللي ما بينتهي عبر القضاء السوداني ولا بينتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بينتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور. وده أهم حاجة بعدها على أساس إنه بعدها بيخلق إنه يكون إنه في محاكم تقليدية، عشان أساس إنه بعدها إنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور. استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.